العلم الرقمي هاشتاغ إماراتي جديد يتفاعل خلاله المغردون مع مبادرة العلم الرقمي التي أطلقها وزير الثقافة والشباب الإماراتي، وتتيح للجميع المشاركة بتواقيعهم الشخصية على العلم الإلكتروني والذي يتسع لمليوني مشاركة في مبادرة هي الأولى من نوعها، وحظيت بتجاوب كبير فور الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي. وإلى موضوع جديد، ومغردون يؤيدون قرار منع القيادي الإخواني طارق السويدان من المشاركة في المعرض الإسلامي الثالث في بروكسل بقرار من الحكومة البلجيكية التي صرحت بأنه غير مرغوب فيه. فتداول المغردون تصريحات السويدان مذكرين بمواقفه التحريضية والمثيرة للفتن. شخصية حاقدة، كاره لكل إنسان لا ينتمي للإخوان. بعد سنوات أخيراً تتيقن أوروبا دولة بعد دولة بمدى صحة إجراءات دولة الإمارات، ومنهم من توقع ما سيرد به الإخوان ساخراً. عادي يطلع لك واحد غبي ويقول الإمارات تتحكم في بلجيكا. وفي تويتر السعودية لازالت أحداث الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل مواطنين في الإحساء أول أمس تسيطر على الشارع التويتري هناك، إذ يتفاعل المغردون مع قرار وزير الإعلام السعودي بإغلاق قناة وصال الفضائية لاعتبارها مصدراً لإشعال الفتن بين السنة والشيعة، وهي الخطوة التي قوبلت بتأييد كبير بالرغم من معارضين. إغلاق قناة وصال خطوة جيدة يجب أن يتبعها وقف القنوات الطائفية للقطب الطائفي الآخر الشيعي، فكلاهما يعملان في تناغم للتأجيج الطائفي والعنصري. وفي تويتر المصري وهاشتاغ احتجاجي طريف يطلقه العازبون تعليقاً على احتفال البعض بيوم الحب المصري الذي صادف يوم أمس 4 نوفمبر عبر هاشتاغ جديد بعنوان السناجل عاملين إضراب، والذي يتصدر تويتر المصري اليوم. وأخيراً يكشف المغردون عن المستور في عالم تويتر عبر هاشتاغ جديد بعنوان شفت في عالم تويتر. شفت في عالم تويتر ناس مش لاقي حد تفضفض له فبتكتب لنفسها. شفت في عالم تويتر ملائكة البشر وشياطين الإنس. شفت في عالم تويتر التناقض بين الواقع والتويتر. شفت في عالم تويتر ناس بتنصح وهي عايزة اللي ينصحها. رأيت في عالم تويتر مراهقون صغاراً في أعمارهم كباراً بعقولهم. شفت في عالم تويتر آراء وأفكار وشخصيات عمري ما تصورت أنها موجودة. شفت في عالم تويتر ما هو أعجب من عجائب الدنيا السبع،